تطلع بالفلوس لدفينك هنا انت والمره دي هنا. لا الله يخليك الا البنت. الله يخليك الله يرضى عليك. هناخد الذهب وهنذبحها لك وبخلي الفلوس تنفعك. اعملوا اللي بدكم اياه بس البنت لا. اطلع بالفلوس يا روح امك تخلص واطلع بالفلوس. يا ابني اثبت يا ابني فرتك لك دماغك. ارمي السلاح ارمي السلاح يالا هتبحرك برضه. ارمي السلاح اثبت اثبت يالا ما تخافوش معاك سلمة ولا حبل. ايوه عندي. هاته بسرعه اثبت يا روح امك. العيال دي تسلمهم في اول تمرين ان شاء الله. ان شاء الله اكيد اكيد. جزاك الله خير. الله يجزيك كل خير. سلام عليك. ما تعرفش علي ابو دفين؟ علي صلحوك هنا صلحوك هنا. علي يا علي انت ايه اللي جابك هنا صالح؟ اللي جابني دي مقابله اتقابل بيها اخوك. ده انا بقالي شهرين ما شفتكش. اعمل ايه بقى؟ الدنيا عماله تشيل وتحط فيا. كل ما امسك شغل اسيبه من غير سبب. ده كلام برضو. في حاجه بتقول من غير سبب؟ عايز تقول يا صالح؟ عايز تقول ان انا السبب؟ ها طول عمرك شايفني شمال انما دي مش حقيقه. يا ريت بقى تاخد بعضك وتمشي عشان انا هنا في شغل ومش حابة تطلب منه تاني. فيالك مالك؟ انت جاي لي يا صالح عايز مني ايه؟ ما تسيبني في حالي يا اخي. ده اطمن عليك انت اخويا حبيبي. اطمن عليا؟ اطمن عليا ولا جاي تشرد لي يا صالح؟ انا شردك وفي شغلك. فيالك مالك؟ رجعت تاني ولا ايه؟ ورحمة ابويا وامي لو رجعت يا علي لارميك تاني في المصحة، انت سامع؟ بقول لك يا صالح، بقول لك ايه؟ ما تخنقنيش منك بقى، طول عمرك عامل عليا فيها الكبير، وفاكر نفسك ابويا، لا يا صالح بقى انت مش ابويا، انت حيا الله اخويا، وبعدين الاخوة دي بقى يا صالح كانت زمان، دلوقتي لا مؤاخذة انا اخويا دراعي. اوعى تفتكر ان الشويتين دول هياكلوا معايا، لا، انت مش اخويا بس، انت ابني. انا قاريك اكتر من نفسك. انا اللي ربيتك. أنا اللي شلتك على كتافي ووديتك للمدرسة، وكنت بستناك على باب المدرسة عشان أرجعك البيت. أيوه أيوه يا صالح كر 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 اللي فات كله، ما أنت زهقتني منه ومن اللي جاي ومن كل حاجة. عايز اسمعها يا صالح؟ اتفضل اسمعها. أنت أخويا الكبير وتاج راسي يا أخي وتاج راسي إخواتي كلهم. خلاص سيبني بقى أشم نفسي، دي روح أنا مش روحك أنت. بس الناس تسمعها. يسمعوني. حتى لو سبت الشغل هنا بسببك أنت مش مهم. هلاقي لي 100 شغلانه تانية، انا حافظ الارض حته حته. وحوار بقى المصحه ده فكك مني، عشان انا بقيت شاطر خلاص، ها؟ انا بقى كبير السيجاره، وان شاء الله هبطلها قريب. يا ريت علي، يا ريت. بس لو بتكذب عليا ورجعت تاني، انا مش هسيبك. اقسم بالله ما هسيبك. يا باشا خلصني بقى، انا بقالي 7 ايام رايح جاي عليك. الله انت هتصفرني ولا لا؟ خلصت انت زي ما قلت لك 20% من ثمن البضاعه. يا باشا يا انا 20% دول يا انا ده شجع عمري 30 سنه انت تيجي على الجاهز كده تسفهم. هم 7%. نور علي من هنا عامل لي فيها غلبان. قول لي انت جايب الفلوس دي منين؟ مالكش صالح. هم 7%. هم 20% زي ما قلت لك. يلا يلا غور. هتغورني؟
ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ انت عايز مني ايه يا باشا؟ طيب ما عملتش حاجة. حاضر. تعرفش حد بيهرب هنا؟ علي لو المصحف الشريف والخطبه الشريفه ماليه في الكلام دي، ده انا راجل غلبان على جد حالي، بقالي 30 سنه شقيان ما سلكتش بيضه. ايوه بس العميل اللي فيها غلبان وانت لابس لك وفيا اخر موديل الشيء الفلاني. يا باشا انا في السليم، ده دي حته غفير مرمي في الشارع ليل ونهار غلبان. انا شفتك مع جبر وكنت عايز تهرب. عايز تهرب في السليم؟ تعالى ناني. ناني بقى اقول لك ايه؟ خد الكارت ده وتروح لصالح وفؤاد. لو وافقوا يقدرك حاجتك اعرف انها خلصت. ايوه بقى مثل واعمل اللي ما بتعرفش تقرا. لا يعني بفك الخط خفيف كده يعني. هم اسمهم ايه؟ صالح وفؤاد، ما تنساش. ايه صالح وفؤاد. تشكر إيه؟ صالح وفؤاد. أيوة. تشكر يا باشا. صالح وفؤاد. ايه صالح وفؤاد؟ ايه حركة قشطة يا معلم. علان اسامه بيه مبسوط منك قوي وزودك وبقول لك معلم. ايه ده انت اول مره تعرف ان انا معلم ولا ايه؟ ما دي اقل حاجه عندنا. بعدين اخو المعلم معلم. اخوك ده معلم المعلمين، حد زيه؟ هو اللي علمني الصنعه. عشان كده بقول الحمد لله انه ما عرفش موهبتك عشان ايه؟ عشان تفضل معايا هنا. ماشي لاجل الدولار نبقى شطار. ايه اخبار الرحله؟ لا زي الفل زي كل مره تمام التمام. خافش عليها يا معلم جبر، انا عامل فرعون الطريق 7000 سنه سواقه. يا مرحب يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا صالح. الحمد لله على السلامه. اتفضل استريح. اتفضل اتفضل. هذه نصف المصاري، واول ما توصل للبضاعه يا عم نص ولا ربع؟ نص ايه؟ ناخد فلوسي كلها الا اللي هيفتحها لنا. انت ليش بتوقف يا مصر؟ ما انت بتقول كلامي ده يا عم ادهم. اهدى اهدى يا عم صالح. ايه اول ما توصل للبضاعه بعطيك النصف الثاني. بقول لك يا معلم ادهم، احنا مش اول مره نشتغل مع بعض. انت مش جاي سواق غشيم، انت جاي صالح الدولي، يعني توتو على كبوته. حاضر كلامك يمشي. اجلس استريح. اقعد يا صالح، ما تبقاش نرفوز كده. امال مين لازم ده من الاول؟ طيب يا خالد تشرب شيء؟ زين عم شرب شيء. ازيك يا مدير؟ اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. امال فين شوشي؟ شوشي عنده شغل حسين ومش وقت حكي هلا. مش معقول كده يا مدير، محسسني ان شوشي دي انا شقيتها من المعملتين، يعني عيب كد مراتي جايين يتشقلب هنا في ما يصحش. يا حسين مراتك بالبيت، نحن هون عنا شغل. كلام مظبوط. مع السلامة. الله معك الله معك. ايوه يا ماما. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشتيني قوي يا ماما. انا بخير الحمد لله. صحتك عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. بتاخدي الدواء؟ سلمي عليا سلمي عليا. الله يسلمك. صابرين بتسلم عليكي يا ماما. الحمد لله يا حبيبتي، انت بس وحشتيني. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. مع الف سلامه يا ماما. انه غريب تيتا عن جد، اذا انت ما قدرت تروحي على مصر تزوريها، ما بتفكر تجيي على بيروت تزورك؟ انا مصريه وبحب لبنان، بعشق هوا بيروت، دي بلدي التانية. بس مثل ما انت عارفه تيتا بتخاف من ركوب الطياره وعمرها ما اجت على لبنان. اوعى. المهم شو القصه مع الاستاذ عامر؟ تركني صلي هلا بشرفك ماما. هدينا البضاعة بقى يا معلم أدهم. يا خالد يا خالد هات البضاعة من عندك. بقول لك يا معلم ادهم، بيت الصغيره دي تطلع من الطابور. يا صالح يا صالح، مالك ومال البضاعه؟ انت تحمل وتشيل، ليش بتفرز؟ افرز ايه يا عم؟ اي واحده من دول يحصل لها حاجه على مسؤوليتها. اما دي عيله عيله. خد يا ماما تعالى. انت عندك كم سنه؟ 17.
17 يوم و17 قضيت 12 سنه بالكتير. وانت مالك انت؟ انا عندي 17 وكمان نمضى. ما تخزنيش، ما طلعش الطلعه دي. انت هتقفل يا صالح؟ خلاص قفلت. وفلوسك معاك ايه يا معلم؟ استنى استنى يا معلم صالح، لحظه استنى استنى يا اخوي. اهلا يا باشا. ايه هو صالح ما جاش ولا ايه؟ ايه يعني ايه مش عايز يطلع؟ لا 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 لا، بالراحه بس شويه لحد ما افهم. ها؟ ايوه ما هو. لا 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 لا، نحاول حضرتك بس. يعني اصل حكايه البنات الصغيره دي مسؤوليه، مشكله كبيره. اه ايوه ايوه، انا عارف ان صالح دماغه ناشفه. طب بص، انا هقول لك. لا انا هقول لك، احنا نزود 2500. والنبي يا عم ما تسيبني، والنبي خدني معاك. مالك يا بنت مكلبشه فيا كده ليه؟ انت منين يا بنت؟ انا من الجيزه. وراحه فين يا بتاعت الجيزه؟ راح لابويا. ابوكي؟ حد يسافر لابوه برضه بالطريقه دي؟ تهربي؟ انت مجنونه يا بنت. والنبي يا عم خدني معاك، ابويا بقاله سنين سايبنا. وليه ما بعتنا له برضه؟ مفيش اي فايده. الشويتين دول مش عليا، مش هيركبوا معايا. يا معلم صالح، تليفون. مين يا سيدي؟ فؤاد باشا. يا فؤاد. معلم ادم جايب لي بنت قاصر، عايز يوديني في داهيه. مش هينفع. طب خلاص يا فؤاد، خلاص يا حبيب، سلام. انت عارفه ابوك فين يا بنت؟ ايوه عارفه، شغال في شركه كبيره قوي في لبنان بتبني بيوت وعمارات. طب انا هاخدك معايا بس ما اسمعش حسك، انت فاهمه؟ قدامي. لا حول ولا قوه الا بالله.